نحن في مرحلة الأزمات، يجب أن يكون هناك تضامن حقيقي بين الدول الإفريقية. هذا من جهة. من جهة أخرى الأزمة تسائل إفريقيا، لأن هناك أزمات تسائل إفريقيا حول أسلوب الحكمة. لماذا أتحدث عن أسلوب الحكمة؟ لأن وراء الحكمة هناك الرؤية. هل دول إفريقيا تتوفر على رؤية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، من أجل تحقيق، أنا أقول الأمن التنموي؟ لأن عدم استقرار يعني الحكمة الدولية هو له انعكاس جد سلبي على 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 الأمن، وبالتالي فعلى الدول الإفريقية التعاون بينها، على الاتحاد الإفريقي كذلك أن يلعب دورا مهما في رفع الصفوف يعني بين الدول الإفريقية، في تعزيز الاتحاد بين الدول الإفريقية من أجل أن تكون إفريقيا قادرة على أن تتحدث بصوت واحد أمام هذا المنتدى الدولي، وأمام كذلك تعاظم الاهتمام بإفريقيا.